الله وبركاته، عدم التصويت في الانتخابات في بريطانيا يوم 12 ديسمبر حرام من الناحية المجتمعية. التصويت في الانتخابات هو فرض عين على كل ناخب منا كي نستطيع أن نختار الأصلح والأحسن لمجتمعنا، كان نستطيع أن نختار من يستطيعون بناء المجتمعات، بناء الوطن، حماية الوطن، وبناء السلام في كل مكان في العالم. لا تسمعوا لمن يقول لكم التصويت حرام. عدم التصويت حرام. انتخبوا من لا يكون كاذبا عليكم أو منافقا أو مدلسا أو مدنسا. التصويت في الانتخابات أصبح من الناحية الفقهية المجتمعية فرض عين على كل شخص فينا. لا تجعلوا هذا الفرض يضيع من بين أيديكم، إنه ثقة من الله إلينا جميعا لكي نستطيع أن نبني به وطنا كريما عزيزا، وأن نجعل كافة أبناء هذا الوطن يعيشون سعداء في وئام وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.